عظماء في الذاكرة. متولي الشعراوي إمام الدعاء. هو عالم ومفسر مصري، اشتهر بدروسه في المساجد التي كان يستعرض فيها خواطره في معاني القرآن الكريم بأسلوب وصف بأنه بسيط ومؤثر. شغل عدة وظائف رسمية، من بينها منصب وزير الأوقاف، كما مارس التدريس في السعودية والجزائر. مولده ونشأته. ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في اليوم 15 أبريل من سنة 1911 في قرية دقادوس بمصر لأسرة بسيطة، وقد حفظ القرآن الكريم وهو في 11 من عمره. أظهر الشيخ اهتماما منذ الصغر بحفظ الشعر والنثر بتشجيع من والده، فاختاره زملاؤه في الدراسة رئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق، كما أهله تصدره للأنشطة السياسية الطلابية المناهضة للاستعمار الإنجليزي لرئاسة اتحاد الطلبة بالأزهر سنة 1934، مما جعله عرضة للاعتقال، وهو أب لثلاثة أبناء وبنتين. دراسته وتكوينه. حصل الشيخ محمد متولي الشعراوي على الشهادة الابتدائية من معهد الزقازيق الابتدائي الأزهري في 1922، ودخل المعهد الثانوي، ثم التحق بكلية اللغة العربية عام 1937 التي أكمل دراسته فيها عام 1940، ونال فيها شهادة تعادل شهادة الدكتوراه مع إجازة التدريس سنة 1943. توجهه الفكري. يقول عارفون بالشيخ الشعراوي أنه انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي جذبته مبكرا دعوتها ومبادئها الفكرية وشخصية مؤسسها، وكتب بيده أول بيان بإنشاء هذه الجماعة التي انفصل عنها عام 1939 لينضم إلى حزب الوفد المصري. وظائفه ومسؤولياته. بدأ الشيخ الشعراوي رحمه الله حياته الوظيفية مدرسا بالمعاهد الأزهرية في كل من طنطا والإسكندرية والزقازيق، قبل أن يسافر إلى السعودية سنة 1950 للتدريس في كلية الشريعة جامعة أم القرى فيما بعد بمكة المكرمة. ثم عاد الشيخ إلى مصر وعمل وكيلا بمعهد طنطا الثانوي سنة 1960، وتولى منصب مدير الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية عام 1961، ثم صار مفتشا للعلوم العربية في عام 1962، وقد اختاره شيخ الأزهر حسن مأمون مديرا لمكتبه عام 1994. رأس الشيخ بعثة التعريب الأزهرية إلى الجزائر سنة 1966 لمساعدة حكومتها في التخلص من آثار الاستعمار الفرنسي، وهناك أشرف على وضع مناهج دراسية جديدة باللغة العربية، كما تعرف على شيخ طريقة صوفية بالجزائر اصطبغ بسببه بصبغة تصوف ظلت تلازمه بقية حياته. عين الشيخ في عام 1970 أستاذا زائرا في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز في السعودية،
ثم رئيسا للدراسات العليا فيها. اختير الشيخ وزيرا للأوقاف في عهد الرئيس المصري السابق أنور السادات سنة 1976، وفي اليوم 15 من شهر أكتوبر سنة 1978 قدم استقالته من الوزارة، وفي عام 1980 عين عضوا في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر وفي مجلس الشورى المصري. ثم اختير رحمه الله سنة 1987 عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. تجربته العلمية. برز الشيخ الشعراوي رحمه الله داعية إسلاميا سنة 1973 عندما قدمه التلفزيون المصري في برنامجه نور على نور، وقد ظل الضيف الدائم فيه مفسرا لآية القرآن الكريم على مدى 10 سنوات. بعد استقالته من وزارة الأوقاف واظب الشيخ على تقديم دروس مسجدية في تفسير القرآن الكريم بثت تلفزيونيا تحت عنوان خواطر إيمانية. سافر الشيخ إلى نيويورك وحاضر بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الملحق بمبنى الأمم المتحدة، كما قام بجولات دعوية في أمريكا وكندا ودول أوروبية عده. كان الشيخ صاحب دور كبير في إقناع كثير من الفنانات المصريات باعتزال الفن وارتداء الحجاب، كما كان له إسهام في إنشاء البنوك الإسلامية بمصر. يؤمن الشيخ بأن القرآن الكريم لم يأتي ليعلمنا أسرار الكون، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة وأسرار الوجود مكتنزة، فالقرآن الكريم منهج لحياة البشر على الأرض حتى تتقدم الحضارات ويتسع فهم العقل البشري. مؤلفاته. ترك الشيخ الشعراوي رحمه الله كتبا عديدة تركز في معظمها على رسالة القرآن الكريم وقضايا العقيدة والفكر الإسلامي وأحكام الفقه الإسلامي. ومن هذه الكتب المنتخب في تفسير القرآن الكريم والفتاوى ونظرات في القرآن الكريم والطريق إلى الله وعلى مائدة الفكر الإسلامي والإسلام والفكر المعاصر والشورى والتشريع في الإسلام ومئة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة. كما حصل الشيخ على عدة جوائز منها وسام الاستحقاق سنة 1976 بمناسبة تقاعده، وأيضا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر سنة 1983، وكدا وسام الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية سنة 1988، لتقدم بذلك قصة حياة هذا الشخص العظيم في مسلسل تلفزيوني بعنوان إمام الدعاء سنة 2003. كما وثقت له قناة الجزيرة فيلما وثائقيا أنتجته سنة 2012 بعنوان الشعراوي الذي فسر ورأى. وفاته. بعد هذه الحياة الكريمة الربانية التي عاشها الشيخ في رحاب القرآن الكريم، التحق برفيق الأعلى في اليوم 17 من شهر يونيو سنة 1998 ودفن في مسقط رأسه بقرية دقادوس رحمه الله تعالى. هذه مسيرة حياة عظيم من عظماء هذه السلسلة ضمن عظماء في الذاكرة. وما هذه الحلقة القصيرة التي نقدمها لكم إلا ذكرى لهؤلاء العظماء الذين أثروا في العالم لقرون كي لا يموت ذكرهم في قرطاس الذاكرة.
مشاهدينا الكرام، إذا أعجبتكم الحلقة اضغطوا على زر إعجاب واشتركوا معنا بالقناة كي تتوصلوا بأحدث الفيديوهات.